يحمل العراقيون قدرا متواضعا من الأمل في إمكانية الوصول إلى وسام أولمبي حين تدور روح التنافس في ريو دي جانيرو، أمل يمر عبر ظروف استثنائية عاشتها الرياضة العراقية في العقود الأخيرة حالت دون التواصل مع حقق للعراق في دورة روما قبل 56 سنة بساعدي الرباع عبد الواحد عزيز الذي يحمل لنفسه الوسام الأولمبي الوحيد منذ ذلك التاريخ. الرباع عبد الواحد عزيز هو الوسام الوحيد اللي تحقق للعراق في عام 1960 في دورة روما. هذا الوسام يبقى خالد في تاريخ الرياضة العراقية، وبالتأكيد ابن البصر الفيحاء من تلك الفترة عدم توفر المستلزمات الخاصة بالتدريب والإعداد للبطولة، لكن إن شاء الله خلال هذه الدورة ينافس رياضيين على وسام يعيد لنا ما حققه الرباع عبد الواحد عزيز. وبرغم تنوع المشاركات العراقية منذ الحضور الأولمبي الأول في لندن عام 48 وهو عام عراقية، فإن فرص الإنجاز والنجاح ظلت محددة بعدد من الألعاب أهمها كرة القدم وبعض الألعاب الفردية كالمصارعة والملاكمة ورفع الأثقال وألعاب القوى. وقد جرت العادة أن يرفع العراقيون شعار المشاركة لأجل المشاركة والاحتكاك واكتساب الخبرة في بادئ الأمر، غير أن هذا الشعار صمد طويلا في وجه محاولات عديدة لكسر إنجاز. أنا أعتقد استحضارات اللجنة الأولمبية في هذه المرحلة هي على أفضل وجه ممكن، قد تصل في كثير من الألعاب إلى أنها تتفوق حتى على البلدان المتطورة في هذا الجانب. القضية ليست مرهونة فقط بالاستحضارات، نحن جميعا نعلم مستويات رياضيين، طريقة تأهيلهم، إحنا الطريقة اللي تأهلنا بها أكثر رياضيين في الفئة أليف، أما باقي الرياضيين فتأهلوا في الفئة باء وجيم من التأهيلات. وبالتالي حتى نكون واقعين هنالك صعوبة كبيرة جدا في المنافسة. في كرة القدم توالت المحاولات في ظل مشهد الحضور في 4 نهائيات أولمبية، ففي موسكو 1980 اجتمعت بجدارة، وفي الدور الثاني كانت الخسارة الرباعية أمام ألمانيا الشرقية في ذلك الوقت والخروج من السباق. وفي المشاركة الثانية في لوس أنجلوس 84 كان الخروج من الدور الأول، وتكرر المشهد نفسه عام 88 في سول، برغم أن الكرة العراقية كانت في تلك المشاركات الثلاث تحظى بجيلين رائعين من أمهر النجوم. أثينا عام 2004، شمس الحرب تغرب والإنجاز الكروي العراقي يسفر عن وجه مشرق بالفوز التاريخي على برتغالي رونالدو، ثم تتابعت فصول الإنجاز وكان الوسام الأولمبي قريب المنال لولا بعض الأخطاء الفادحة في غير أواني للترتيب الرابع وهو أهم موقع يحققه العراق على هذا الصعيد. بالتأكيد إنجاز الفريق العراقي الذي قاده الكابتن عدنان حمد عام 2004 إنجازا تاريخيا تحقق، برغم أيضا الفترة السابقة يعني كانت هناك ظروف غير طبيعية بعد الإعداد لم يكن بالمستوى العالي، لكن بالتأكيد الكرة العراقية حاضرة وإنجازاتها كبيرة، وإنجاز أثينا هو أحد إنجازات الكرة العراقية على مدى التاريخ. انقطعت مشاركات العراق الكروية بعد أثينا حتى جاء التأهل الرائع هذه المرة إلى شواطئ ريو دي جانيرو بعد تبوء المركز الثالث آسيويا، ومع جديد بدأت ملامحه في نهائيات الشباب العالم قبل 3 سنوات، ثم أثمرت في النهائيات الآسيوية بالوصول إلى النهائيات الأولمبية.
في هذه المرة ستكون كرة القدم عماد المشاركة العراقية في ريو 2016. المهمة البرازيل وجنوب أفريقيا والدنمارك، لكن اللاعب والمدرب العراقي يفضلان دوما اللعبة الصعبة التي تجري في ظروف غير مواتية لكتابة سطر جديد للإنجاز. قرعة يعني الفرق اللي متواجدة بها فرق كبيرة، ولكن إذا ما أردنا التنافس والظهور علينا أنه عمل كبير في الفترة القادمة، وإن شاء الله سنذهب إلى هذه البطولة وكنا أمل أن نحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب كرة القدم هنالك عدد محدود للغاية من الرياضيين العراقيين الذين ترشحوا في ألعابهم عن القارة الآسيوية. وحيد عبد الرضا وجه الملاكمة البارز، ولاعب الجودو حسين علي العامري، ولاعب التجديف محمد رياض. الدور الأولمبي هي من أصعب البطولات اللي راح نواجهها، لأن راح يستعدوا لها اللاعبين من خلال يعني مسيرة استمرت 4 سنوات. هاي 4 سنوات اللي نعدوا بها اللاعبين خطط يعني صعبة، شيء صعب تقدر تحصل لك نزال أو نزالين، هاي بالنسبة للمتوقع. بس إن شاء الله نقدر نرفع اسم البلد ونقدر نقدر نقدمه بالصورة الصحيحة إن شاء الله. أطمح بأن أكون وسام، أي وسام يكون بالأولمبيات، أحرز الوسام، ولأن هذا فخر وفرحة للعراقيين والوطن العربي، لأن أنا عربي وأمثل العراق والعرب جميعا. مشاركة محدودة نعم، لكنها تترك بابا للأمل في حضور مقبول، هذا إن لم يصل العراقيون فعلا إلى مستوى الإنجاز الأولمبي.